هسأل حضرتك برضو عن النقطة دي، أو أرجع تاني لفكرة المهارات عشان نقدر نواكب التغيرات التكنولوجية الفظيعة، التقدم السريع جدا في وسائل التواصل. مهارات الواعظ مرة تانية في العصر الصعب اللي احنا عايشين طيب ده خليني أقول لحضرتك أول حاجة، مهارة لازم تكون عند الواعظ، أولا أن يكون على دراية بنفسه. من عرف نفسه محتاجة وقفة دي طبعا. أنا بعمل ده ليه؟ أنا داخل المجال ده ليه؟ أنا عايز أؤثر في الناس ليقال أثر، لأظهر في الميديا، لأخذ مكاسب، ولا أنا فعلا ماشي على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعايز أبقى سبب لأن يهدي بك الله رجلا واحدا. الصدق هو الكلام هيخرج مني، تصدقي لي خرج من قلبي ليصل إلى قلبك. فلو أنا النهاردة بتكلم كلام إنشا، كلام بروباجندا، كلام لا أطبقه، يعني عرفونا كده أحد الصالحين جاله واحد كانوا في عصر لسه الإماء، وهو كان من الخطباء اللي الناس بتسمع كلامهم، قال له يا إمام يعني اعمل خطبة كده عشان الرقة والعبودية والناس تعتقنا لوكيل الله. قال له حاضر. اختفى هذا الإمام شهر، التاني، التالت، ثم عاد ليقول خطبة بعد 3-4 شهور، إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فالمسجد كله أعتق جميع العبيد اللي فيه. فجاء الولد ده قال له يا إمام كنت ساكت ليه؟ ده أنا قلت فينك الثلاث شهور اللي فاتوا. قال له إيه بقى؟ لم يكن لدي مالا لأشتري غلاما ثم لأتنعم بخدمته ثم لأعتقه كرامة لله، فكيف أأمر غيري بفعل أنا ما جربتوش؟ عايز يبدأ بنفسه. قال له لازم فلوس واتعب فيها واشتري بيها فيبقى ده رأس مالي، ثم أتنعم بأن أنا عندي حد بيساعدني وأضحي بهذا أملا في الثواب من الله سبحانه عشان وتعالى، عشان أعرف أنصح غيري يعمل نفس الشيء. فخرجت. عشان كده كل اللي في المسجد أعتقوا، فما تجيش تكلميني عن التقشف وعن ده وأنت مش كده، ما تجيش تكلميني عن الزهد وانت فارق معاكي المظهر والبندات. ما تجيش تكلميني. اول مهاره للي عايز يا جماعه يدخل الوعظ، اول مهاره ان يعرف هو بيكلم مين، وينزل درسي هو اللي بديه في المكان الفلاني، هو نفس الدرس بديه بطريقه مختلفه عشان رايحه مكان مختلف، هو نفس الدرس اللي ممكن رايحه فيه مكان ثالث خالص، العنوان واحد، الطريقه والاداء وكل حاجه مختلفة تماما، لكن الصدق هو نفسه إلى مكان إلى مكان، الهدف واحد. أذكر صديقة لينا كانت في درس بتروح منطقة شعبية جدا، وكانت حبيبتي لسه طلع الكروكسات الجديدة. فبعد مادة الدرس كده لقيتهم شايلين الكروكس، كانت جايبة بقى بحاجة بمبلغ وقدره. هي طبعا بتروح ما بتدخلش بعربيات، بتعملش يعني، عارفة بقى اللي إيه، أنا داخلة قاعدة مع الناس على الأرض بالظبط يعني، وبتكلم يا رب يكرمها. فبتقول لي طلعت لقيت الكروكس رامينه وجايبين لي شبشب جلد كده مش عارفه بيه. قالت لي طبعا اتفاجعت الاول، وبعدين قلت ايه؟ قالوا لها مش قيمتك تلبسي شبشب بلاستيك، مش قيمتك. بصي حضرتك الفقه بتاع. فبتقول لي علمت ان ده قدرهم، هم شايفينها اعلى من انها تلبس شبشب بلاستيك، هم لهمش دعوه ان هو كروكس ولا ان هو فشرف. فبتقول لي اصبح هذا الحذاء في رجلي هو الزي بتاعي، وانا بروح بكل الدرس علشان هم حاسين ان دل عليه القيمه. فشوفي هي بتقول نفس الكلام وبتقول نفس القصه، لكن اول مهاره لازم تكون عند الواعظ وعند الخطيب وعند الامام. انت بتدي الخطبه في السوق، عايز تدي نفس موضوع الخطبه، اتعامل في كده. اتعامل ان انت دول تجار، دول بيبيعوا، دول بيشتروا، اتعامل ان موضوع الخطبه تكيفه على المجتمع اللي انت هتتكلم فيه. يبقى اول حاجه انك تبقى على درايه بنفسك، تعرف جمهورك ايه، تعرف هو جمهورك. لازم يكون تبقى عندك قدر من العلم، وده الحقيقه يعني الوزاره اشتغلت عليها كتير جدا. يعني اكاديميه الاوقاف الحمد لله، والواحد كان من اول دفعه الحمد لله تخرجت منها، وتم تكريمي من سياده الرئيس في التميز فيها، انه بداوا يتكلموا عن الدورات، وبداوا يتكلموا عن العامل النفسي والاعداد النفسي والاجتماعي للوعظ، ده الاعتماد السبرالي والامني للوعظ، عشان نعرف بيتكلم ازاي وبيكلم مين، الرؤيه، المنطق، الادوات، الدورات بتاعه الكمبيوتر، دورات اللغه،
كل الكلام ده تم استهدافه، لانه وارد كمان الوعظ يتسال في حاجه ليها علاقه بالعصر الحالي، يتسال في حاجه مشكله داخل فيها بعد تكنولوجي، داخل فيها بعد انت حضرتك كل المضاربات اللي بتحصل والحاجات اللي احنا بنقول بنحيل. طبعا احنا الحمد لله برضو احنا مش افتاء 1000%، الحمد لله الافتاء له دار الافتاء، وحتى لو احنا خولنا بالافتاء فاحنا بنفتى في الامور اللي هي الخاصه باحكام المراه او كده، لكن ما ينبني عليه طلاق وزواج واحكام كده لا بنحيله طبعا للافتاء اعلم واعلى، وبياخدوا حاجات مصدقه وموثقه. فالفكره كلها ان لازم يكون عنده هذه المهارات، استخدام الادوات اللي موجوده دي عشان يعرف يخاطب اللي قدامه. لازم يبقى عارف اللغه بتاعه المجتمع اللي هو بيديهم، عارف التعبيرات بتاعتهم، الكلام ما يقال في القاهره غير اللي بيقال في اسكندريه، الكلمه العيب هنا غير الكلمه اللي هنا. لازم ابقى عارفه اللغه اللي بتتقال والطريقه اللي بتتقال، ودي بنسميها البصمه الاجتماعيه بتاعه المجتمع اللي انا موجود فيه. دي من المهارات لازم تكون طبعاً موجوده طبعا بجانب العلم 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 اللي هو